لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شفتوا في عنوان الفيديو، الإعلامية سمية سماش تسمم زوجها الإعلامي عمار شندالي، ومتابعين سمية وعمار طلبوا مني أوضح الفيديو، لذا تابعوا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا التفاصيل. نشرت الإعلامية سمية سماش فيديو على الانستجرام الخاص بها، وقالت في عنوان الفيديو انها تحط العمار جوزها سم في الاكل. وطبعا الفيديو حصل على ملايين المشاهدات، والإعلامية سمية سماش ما قالتش انه مقلب ولا حاجة، ونشرت صورة لجوزها عمار شندالي وهو نايم في الارض ومحدش يعرف هو مات ولا ايه، وده اللي اثار قلق وخوف الجمهور على عمار شندالي وطلبوا مني اوضح الموضوع. وبعدها سمية نشرت فيديو وقالت انها كانت بتهزر مع عمار، وانها كانت بتشوف مدى حب الناس لجوزها وما كانتش متوقعة الحب الكبير ده وقلق الجمهور عليه بالشكل ده. وانا احب اطمن كل اللي سألني على عمار شندالي ان عمار بخير، وبما انهم متجوزين بيحبوا يهزروا مع بعضيهم. وانا خفت جدا يا جماعة اول ما شفت جمهور قناة اخبار تهمك بيقولوا ان سمية سممت عمار، وده يا جماعة مستحيل يحصل لانهم بيحبوا بعضيهم جدا، ولو حصل كده سمية مش هتصور قدام الناس وتقول انها تسمم عمار جوزها. اهم حاجة عمار شندالي بخير يا جماعة، وكل اللي حصل هزار. وطبعا السوشيال ميديا اهتزت، والتيك توك والفيسبوك والتويتر والانستجرام اكتر حاجة هي واليوتيوب، وقالوا انا لله وانا اليه راجعون مقتل عمار شندالي على يد زوجته سمية سماش. وانا انصدمت يا جماعة، اي حد مكاني هينصدم، والناس صدقت وكله عمل شير للموضوع ونشروه. وانا في الفيديو ده كذبت الاخبار دي، وهعرض ليكو فيديو لسمية سماش بعد الجدل الكبير اللي حصل ده. عملت طبق لجوزها عمار شندالي لترد على كل الشائعات بطريقتها، نسيبكوا تشوفوا الفيديو. كما نشوفوا اليوم راح ندخلوا مع بعض المطبخ سمية سماش اللي راهي رايحة تحضر لنا فيه التريدة تاع ناس الشرق. كما رانا نشوفوا مع بعض طريقة التحضير، التريدة معروفة عند ناس الشرق لكن ناس العاصمة ثاني يطيبوها بزاف. كما علمنا يعني الجزائر غادية بأطباقها التقليدية. كما رأنا نشوفو كانت طلبت راي ناس الشرق، اسكو جابتها ولا لا؟ لا نشوفو مع بعض طاولة التقديم. طبق رهيب ايشهي شهيناكم في الجنة ان شاء الله. ناس الشرق اعطونا رايكم في التعليقات، اسكو سوية جابت الطبق ولا لا؟ لا انا من عندي يقول لك اليوم كنت شاف بأتم معنى الكلمة، يعني كي شوفوا الطبق تحسي بانه لمسة تاع الشاف اللي طيبو ما شاء الله. ربي يحفظك. الو مساء الخير، ان شاء الله تكونوا كلام ملاح لاباس عليكم. ديزولي مانيش نقدر نقرا في لي كومونتير باسكو راني نشري شويه طريقاي فارغه. درت هذا اللايف باش نهضر على واحد التعليقات جاوني على واحد المتصله اتصلت في الو شيف وكانت مريضه بالسرطان الوالده تاعها، وسقساتني على الدواء قالت لي قلتي باللي الوالده تاعها كان ديجا مريضه وكذا، كيفاش كنتو ديروا في الدواء؟ وكامل كاين بزاف اللي علقوا ايجابي بيان سور، وكاين اللي شركوا فامون
واللي شاركوا في فامام زي ما كاش بزاف كان غير شويه اللي يحبوا يشاركوا في فامام يحبوا لازم يعادوا يشاركوا في فامام راح تنحي واحد وتبلاصيها هي معرفه روحي الله يدير لك. اولا دعوتكم يا ربي تلحق السقف تاع داركم الانسان اللي يقدر يدير الخير في هذه الدنيا يدير الخير وانا قلت لها نعاونك خلوني قبل ان شاء الله ربي يقدرني ونعاونها انا مازال مام فما اتصلتش بها كنت وما نطوها بها 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 ها تحشموش ما تحشموش مريمها مريضه ما قدرت نعاونها وبالمعرفه اللي عنده معرفه علاه قال قاعش قال انسان كي يكون عنده معرفه ولا عنده بلاصه عنده ناس يقادروا فيها ويعرفوا ويديروا له لوجه والاخر والله المشكل نورمال كاع رانا هكا الدنيا كاع بنيه هكا ماشي غير في الجزائر في لو موند عادي ولا لا استعملت انا الناس اللي نعرفهم في عفسه هكا تاع خير تاع انسانه مريضه حابه تداوي وراه المشكل علاش دائما شغلت حشمه والله ماني معمره راسي بهم بصح شكون اللي داك نقراو حتى لي خاطر شكون نقعد راجلك هكدا شعري ما شعرك ما عجبنيش شعرك هذا يا وعلى بالي انا شعري هذا عجبني البس هادي عجبتني دوك نتوما على بالكم بلي كي رانا نخرجوا حنا من الدار انا نشوفوا المرايا عندنا مرايا في الدار انا زعما حتى تبداو نتوما تكومونتي وتدونيو اش بيكم ما شعرك ما عجبنيش كان غير قولها لك زعما بطريقه معليش نورمال سي ديغو وزعما واحد هكا يقول لك بلي انا ما نحبكش هكا نحبك بهكا نورمال حرام وربي ان شاء الله يدير لك وروحي واش بيكم زي ما كنتم شادين المفاتيح تاع السما وتاع شبيكم انا راجلي يعجبو هكا سالوني غدوة ندير شعري غاز خضر انا نحب نشوف شعري خضر ولا راجلي يحب شعري غاز سالوني فهموني اسكو شعركم هذا تاعكم والله ما عندي بزاف ما درتش اللايف هكا شغل ما كان ما هدرتهاش الموت انا تعرفوني نهدرها وخلوها كيما جات تجي شويه وغزمو كيما قلت لكم اقسم بالله روحوا قراو التعليقات ما كانش بزاف تلقاو هكا ثلاث حبيبات ولا اربعه هذوك لله غالب مساكن لله غالب لا غالب مرض لله غالب واحد انسان مريض ما عندك ما ديري له نورمال مريضه هنا في قلبه الله غالب هذا واش نقول لكم المهم تهلاو في رواحتكم ان شاء الله تكونوا بيان ان شاء الله نعاود لكم اللايف ونقصر معكم مليح وديروا دي كومونتير وكاع تهلاو في رواحتكم وتبقاو على خير هذا ما كان قلقوني واحد التعليقات حبيت نجاوب الناس كامل على بالها باللي كي دير البري كي دير لوبيراسيون تاع بعيد الشر عليكم كونسير في البريفي سي ديفيسيل باش تشدك ليتا ودير لك لا راديوثيرابي معنا بالهم الحاله تاعكم كيف الناس اللي عندهم اللي ربي بلاهم ابتلاهم بالكونسير ولا ايفيتو بريفي حتى خلاص روحوا عند الدوله ديروا عند الدوله سي فغي لي رونديفو بعاد و سي فغي بالمعرفه و سي فغي كدا انا مانيش نغطي في الشمس بالغربال هذه حقيقه وحقيقه تقال بصح معليش يا سيدي من واحد لواحد واحد يعرف واحد واحد يعرف واحد الى حقكم وديروا ولا الاخر صافي شوفوا ديروا عند بريفي من بعد تحصلوا فلاشي ولا غادي ثيرابي انا نعرف شحال من وحده والله شحال من وحده صحابه ماما شغل هكا صرا لهم ما قبلتهمش ما قبلوهمش لي زوبيتو قال لهم الاولويه للي دايرين هنايا ماشي سهله على بالنا بلي الصحه حنا عندنا في القطاع تاع الصحه عندنا شويه عيان قطاع الصحه شغل ما غطوش السمش بالغربان انا نقول لكم انا الدواء متوفر وكدا والطب يتلاحوا وكدا انا نهضر في لا فيغيتي وتخطي الشمس نعم الدوله الجزائريه توفر الدواء لا شيميو لا راديو ثيرابي في فرنسا تحطوا دراهم كبار نعرف وحده اقسم بالله غير دراهم كبار دخلت في ليكريدي بعد طوموبيلتها وبعد دارها دخلت في ليكريدي باش دير لا راديو ثيرابي ولا لا شيميو لا راديو ثيرابي انا الحمد لله ماما في الوقت ماما ليك دارت فيه لوبيراسيون
ابني ما عرفاني والو، وهذيك ساعه زعما معرفه وانتم ماكم عايشين بالماء. انا ماما ما دارت لا معرفه لا ما عاد كانش عندها مسكينه ميم با وين تقعد في الجزائر، كانت تقعد في ديار الرحمه وجوسيفيه نورمال ما نحشمش فيها، كاين ديار الرحمه كانت تجي تقعد فيهم باسكو كان غالي شي، وكانت ديبلاسي من لغوات الجزائر تقعد في ديار الرحمه ديال لاشيمي لا غادو ثيرابي تاعها، وعانات وما لقاتش لي وقف. انا دوكا ما كان يجيني واحد نعرف بلي هذيك بلاصه فيها اقسم بالله غنفدو معايا في الطوموبيل وانا نديه، ولا كان هذا الوجه يقضي على ما نديروش بها الخير حندوم فيها انا نيمبورت كوا والله. المهم تهلا في رواحتكم تبقاو على خير. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.